تحية طيبة مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج عين على حضرموت. مشاكل الاتصالات والإنترنت بمحافظة حضرموت تفاقمت في الآونة الأخيرة، وأصبح السكان يعانون من رداءة هذه الخدمة. اليوم هنا بمدينة المكلا تم تدشين خدمة عدن نت 4G. هذه الخدمة تم تدشينها من قبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي. مشاكل الاتصالات بالنسبة للمواطنين، المعاناة التي يتجرعونها نتيجة هذه الخدمة الرديئة للاتصالات والإنترنت، ما الذي ستقدمه هذه الشركة، شركة عدن نت، من خدمات بالنسبة للمواطنين في قطاع الإنترنت على الأقل؟ في هذه الحلقة سنذهب في البداية إلى استطلاع رأي للشارع في حضرموت عن خدمات الاتصالات والإنترنت، ما الذي يرونه؟ هل هم راضون عن أداء هذه الخدمات؟ ثم سينضم إلي تباعا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي. سنذهب الآن إلى هذا الاستطلاع ثم أعود إلى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. خدمة الإنترنت المقدمة حاليا عندنا في حضرموت سيئة جدا، ضعيفة، ولا نستطيع يعني إنه نستخدمها أبدا 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 من أي ناحية، وضعيفة وأبدا ما تخدمنا كطلبة يعني في حضرموت. النت يعاني منها الطالب بشكل كبير جدا، بحيث يصعب عليه البحث في بعض المواقع الرسمية العالمية، فلا تفتح صفحات يعني مثلا في المواقع الرسمية في النت، مما أدى إلى أنك يعني تشتري بعض الشبكات بالمبالغ الهائلة أو الاشتراكات في بعض المراكز النت. في بعض المناطق لا تصلها شبكة الاتصالات، شبكة الإنترنت لا تصلها، والبعض منعدم تام، والبعض مثلا أنا في البيت لا شبكة الاتصالات والإنترنت لا تصل في البيت، مشكلة تروح تدور من غرفة إلى غرفة من سطح لا تصلها، وبعض تصلها بس ضعيف. والله شوف، بالنسبة للنت خدمة النت سيئة جدا يعني، ويعني ما في شيء نت قوي، ولا هي مغطية المناطق كلها. بالنسبة للفورجي ما هي مغطية المناطق كلها. بالنسبة لعدن نت عن احنا ما استخدمناها، عاد ملا فتحوها وان شاء الله بنجربها، ان شاء الله تكون كويسة، ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله. في عندنا شبكة في العمارة يعني احنا ساكنين مستأجرين، لكن برضه ضعيفة عندنا لدرجة أننا نحن نجلس عند البلكونة يعني عشان تجي الشبكة، يعني نحصل صعوبة. الاتصالات عندنا في البيت صراحة رديئة مرة، يعني يتقطع النت الناس في العصر، ونحن في العصر الحجري، الناس في تطور ونحن لا وراء. اتصالات رديئة جدا يعني، كل ما تتصل على واحد يطلع لك مغلق، تتصل على رقم يطلع لك برقم ثاني. هذا بالنسبة للمكلة اتصالات ضعيفة، أما بالنسبة حنا لأصحاب الأرياف فمعدومة، يعني ما فيها اتصالات أبدا، ولا أبدا تنظر الدولة إلى أصحاب الأرياف. حنا في مديرية يبعث وهذا وادي حول خصوصا لا يوجد اتصال. فعلوا خدمة الفورجي قبل فترة، قطعت الاتصالات، الناس يعني العالم كله قدهم في الفايف جي والستة جي، والوضع الحالي في اليمن وفي المكلا بشكل عام يعني لتدهور، ما في ديك الصيانات، قالوا صيانات كلها مشاريع وهمية، كلها عقودات على أوراق وهمية، ما في تنفير على الواقع. النت طبعا ضعف، ما هو يعتبر يعني جيد، مش ممتاز زي ما تقول زي الدول الخارجية، لا بالنسبة لليمن هنا يعتبر جيد بالنسبة للنت، يعني ها يمشي الحال كاتصالات، ما اتصالات مرئيه ذي يعني حاجه بسيطه، يعني اخر الليل ضعف فيها من نفس الشبكات المحليه اللي في حضرموت كامله، يعني ضعف فيها كلها. من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الخاصه التي نستضيف فيها معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات نجيب منصور العوج، وايضا ينضم الينا محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي هنا في سنترال فوة بمدينه المكلا. اليوم تم تدشين خدمه عدن نت. معالي الوزير اهلا وسهلا بك ضيفا على قناه القدير المشرقه، تحديدا برنامج عين على حضرموت. اليوم دشنتم هذه الخدمه، استطلعنا اراء الشارع في حضرموت، هناك استياء كبير جدا من خدمات الاتصالات من خدمات الانترنت، بماذا تعيدون الناس في حضرموت؟ شكرا، كما تفضلت عيوننا على حضرموت
وبالتالي خدمة الانترنت ستكون إن شاء الله جيدة، وخدمات كل وسائل التواصل الاجتماعي ستكون فيها من صوت وصورة. وأعتقد أنه كما تحدثنا سابقا أنه هذه هي المرحلة الأولى، وهناك مراحل كثيرة في تدشين وإطلاق خدمات الانترنت والاتصالات. سنبدأ بالمكلا ومن ثم ننتقل خلال أيام قليلة إلى سيئون وإلى مدن أخرى كشبام وتريم والقطن وغيرها. أنا أعتقد أنه دائما البداية صعبة، لكن فقط مطلوب أن ننطلق، بعد ذلك سترون إن شاء الله خدمات اتصالات وخدمات انترنت على مستوى عالي. اليوم تدشين خدمات على النت، ما الذي تشمله هذه الخدمة؟ ما الذي سيستفيد من الناس؟ الآلية المتبعة لديكم لتشغيل هذه الخدمة الآن؟ أولا يعني كخدمة على النت هي خدمة انترنت عالي السرعة، المفترض أن يستفيد منها من لديه في بيئة الأعمال، من يعمل في هذا المجال، في مجال التعليم، في المجالات المرتبطة بمؤسسات الدولة أو القطاع الخاص. ولهذا لدى عدن النت برنامج لإيصال شرائح النت إلى هذه المؤسسات كمرحلة أولى، ومن ثم إلى المواطنين، وبالتالي ستكون الاستفادة عالية من خلال تنمية وتطوير بيئة الأعمال بدرجة رئيسية في مدينة المكلا. تحدثتم عن هذا التدشين اليوم أنه كمرحلة أولى، ما الذي تشمله المرحلة الأولى وما هي المراحل التي ستلي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى هي عبارة عن 15 برج موجودة في مختلف مناطق مدينة المكلا، وهذا الأمر بطبيعة الحال ستغطى المناطق من فوة إلى أطراف المدينة. كذلك هناك مرحلة ثانية تتعلق بتغطية المناطق التي حول مدينة المكلا، ومن ذلك سيكون مطار المكلا. الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن حضرموت معنا أصح، هناك مناطق أخرى سيتم استهدافها في الوادي، وبالتالي أعتقد أن الخدمات خلال هذا العام، وأنا أكرر خلال هذا العام، كون قطاع الاتصالات يحتاج إلى تصنيع، إلى استيراد من مناطق بعيدة، وبالتالي نحتاج إلى صبر في تنفيذ المراحل القادمة، ولكننا على ثقة أن 2023 سيكون عام خدمات الاتصالات بشكل جيد على مستوى محافظة الجمهورية وبشكل خاص في محافظة حضرموت. هناك من يرى أن الرقم الذي تحدثتم عنه بين 15,000 إلى 20,000 شريحة كمرحلة أولى قليل جدا. نحن نتحدث عن حضرموت التي تحتضن أكثر من 1,000,000 نازح ومغترب عادوا إلى حضرموت، إضافة إلى السكان موجودين من قبل. هذه الأرقام الكبيرة جدا تحتاج إلى خدمات أكبر. نحن نتحدث أيضا عن شبكات اتصالات، كان مدير الاتصالات تحدث لي في حلقة سابقة عن أكثر من عقد من الزمن لم يتم صيانة هذه المحطات. ما الذي ستعملون في وزارة الاتصالات أولا لدعم هذه المحطات لتوفير الصيانة وأيضا لتزويدها بالخدمات الجديدة؟ نتفق أن العدد بسيط، ولكنها هي البداية كمراحل، هي مراحل تتواءم مع الإمكانيات المالية والإمكانيات التقنية. لكننا في المقابل تبذل وزارة الاتصالات ومؤسسة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها كل الجهود من أجل إعادة تأهيل شبكة الاتصالات المهترئة منذ سنوات طويلة، ولولا هذه الجهود في الصيانة وغيرها لكانت توقفت الاتصالات. يجب علينا أن نعطيهم حقهم من الشكر والتقدير، هم دائما في الميدان يعملون على صيانة هذه الشبكات، يعملون على إيقاف الاعتداءات على هذه الشبكة. أنا أعتقد أنه الاتصالات والإنترنت ليست فقط في خدمة عدن النت، ولكن لدينا خدمات انترنت أخرى، لدينا خدمات الانترنت عبر الألياف الضوئية، ولدينا مشروع كبير في مدينة المكلا إن شاء الله سيطلق في توسعة خدمات الانترنت عبر الألياف الضوئية إلى الأحياء والمنازل. هذا كمان مهم، يغطي الفجوة الرقمية بين عدد 20,000 المستخدم عبر الانترنت التجوال أو الإنترنت الواصل إلى المنازل. هذا مهم جدا ويجب الإشارة إليه. ولدينا خدمات أخرى عبر الأقمار الصناعية أو خدمات الاتصالات والتي ستدشن عن قريب كاتصالات سريعة واتصالات ذات خدمة عالية الجودة. هناك من يرى أنه سؤال أخير فقط مع الوزير، هناك من يرى أنه سيطرة الميليشيات الحوثية على شركات الاتصال تواجه الحكومة في هذا الأمر مشكلة كبيرة جدا، ما هي خطواتكم؟ وأنتم تحدثتم في أكثر من مناسبة عن هذا الأمر.
طبيعة الحال كون الشركات هي مركزية ومتواجدة في صنعاء، هذا الأمر بالنسبة لنا تحدي كبير وتطلب الكثير من الجهود من أجل تأسيس وبناء شركات ومؤسسات مرتبطة بقطاع الاتصالات والإنترنت في المحافظات المحررة. هذا الجانب تطلب أيضا السعي لتشجيع القطاع الخاص والسعي لتشجيع شركائنا من الدول العربية في أن يكونوا جزء من هذه الشراكة في هذا الجانب. نحن اليوم، وهذا كمان من النجاحات التي قامت بها وزارة الاتصالات ومؤسساتها، أنه أوجدنا ساعات أنترنت من مختلف الدول العربية. لدينا الآن الكيبل الوديعة الشرورة عبر المملكة العربية السعودية بالشراكة مع شركة STC، لدينا كيبل آخر عبر شركة عمانتل الشركة العمانية، ولدينا كيبل ثالث وهو عبر البحر عبر يعني يأتينا من جيبوتي. إذن هذه هي الإمكانيات التي تم توفيرها من أجل إطلاق شركة اتصالات أو أنترنت، وتكون بطريقة مهنية وبطريقة تؤدي إلى خدمات سريعة وجيدة للمواطن. سؤال أخير فقط وباختصار شديد، بما أنه الأخ المحافظ موجود، أنتم في الحكومة لم تقوموا بواجباتكم ولم تسمحوا للسلطات المحلية أن تقوم بواجباتها، هناك ازدواجية في المعاملة في حضرموت مثلا، ألا يتاح لمحافظ بحجم حضرموت صلاحيات أنه يتدخل في قطاع كقطاع الاتصالات مثلا؟ أولا نحن نكمل بعض، والمجلس المحلي ربما ذلك على الورق معالي الوزير، لكنكم على الواقع لا تكملون بعض، هكذا تقول الشوه. لا، عذرنا، نتكلم عن وزارة الاتصالات، لدينا تواصل مع الأخ المحافظ ونكمل بعض في كثير، وهو بجانبي في كثير من التفاصيل. نحن نتمنى ذلك، لكن نحن نتحدث عن وقاعة على الأرض معنا. أنا لا أتكلم اليوم باسم الحكومة، أتكلم باسم وزارة الاتصالات، ونحن معنيين بأن نبذل جهود لدعم جهود الأخ المحافظ وجهود المجلس المحلي في إطار توفير الخدمات في مجالنا. هذا أمر مهم. الأمر الآخر، الحكومة وجدت من أجل خدمة المحافظات، من أجل دعم مسيرة وجهود المحافظين، فلا أعتقد أن هناك تعارض، لكن هناك قوانين هي أحيانا هي التي يعني تلزم هذا وذاك بالتقيد بها. شكرا. ربما الحرب هي ما توقف ذلك. شكرا لك معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج على كل هذه المعلومات وعلى حضورك معنا في هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، سنذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود مع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي. رئيس الوزراء، السلام عليكم. كيف أحوالكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نحن اليوم سعداء بوصول الأخ وزير الاتصالات الدكتور نجيب والوفد المرافق له، فريق العمل كاملا، مدير المؤسسة ومدير شبكة على النت. وفي حضرموت نحن مستبشرين اليوم بافتتاح شبكة على النت أو مشغل على النت، وهذا يعود إلى توجيهاتكم وتوجيهات القيادة السياسية ومزيدا إن شاء الله من التطور في هذا المجال. والله الاتصال واضح والأمور تمام، هذا 4G تمام، ماشي الأمور عندكم تمام. إذا معاربة تقول لي خذ لك جانب من أجل أسمع صوتك. لا خلاص، ماذا الحين الاتصالات كلها فيديو. إن شاء الله، ونتمنى زيارتكم إلى حضرموت قريبا. المباريات سيكون وتابعنا أشياء كثيرة، بس الآن مع الاتصالات بيكون الأمور عندكم مضبوطة إن شاء الله، والإعلاميين مستبشرين جميعهم، وبإذن الله هذه الخطوة الأولى تعقبها خطوات أخرى في لتزيد من تطور في هذا المجال إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تحياتي للجميع عندك ولقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وكل القيادات عندك في حضرموت، وإن شاء الله أكون قريبا عندكم. وهم يبلغونك التحية ويتمنون وصولكم قريبا إلى محافظة حضرموت. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. تحياتنا لكم دولة الرئيس. إذا مشاهدين الكرام، هذا هو أول اتصال فيديو يجري بين رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي عبر خدمة عدن نت. هذا اتصال بتقنية الفيديو. ينضم إلي الآن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي. الأخ المحافظ، اليوم تم تدشين عدن نت، أنتم في السلطات المحلية تحدثتم أكثر في من مناسبة عن توجهاتكم لدعم قطاع الاتصالات والإنترنت نتيجة المعاناة للمواطنين،
هل هذا يأتي في إطار التوجهات وهل هذا الأمر كاف بالنسبة لكم في السلطة؟ والحقيقة ليس كافئا ولكنه خطوة، مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، البداية في المكلا ولن تكون النهاية في المكلا، ستشمل جميع مدن محافظة حضرموت سواء كان في الساحل مدينة المكلا وضواحيها مدينة الشحر غيل باوزير جميع المدن التي على الساحل في حضرموت، ومن ثم قريبا إن شاء الله بحسب وعد الأخ الوزير وهو صادقا دائما في وعده أننا في الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمة سنفتتح الخدمة في سيئون لتشمل مدن تريم سيئون القطن وشبام، وهذه بداية إذا كانت السعة في الوقت الحالي أو في المرحلة الأولى نراها قليلة إن شاء الله أنها ستكون في الوقت القريب كافية بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الموجودة من الشبكات الأخرى، ولكن هذه الشبكة سيكون عليها ضغط شديد، ولهذا سنبقى مع الأخ الوزير ومع شركة عدن نت في التواصل بحيث أنهم يوفرون أكبر عدد لهذه. أفهم من كلامك أنكم تتوقعون ردة فعل لأنه لن تكفي هذه العدد المحدود من شرائح عدن نت، وأنتم مستعدون لذلك بالتواصل مع الجهات المعنية خاصة بوزارة الاتصالات؟ احنا الحقيقه نقول انه الخدمه هذه ليست فقط للتواصل وانما للعمل لانجاز المعاملات للمعاملات البنكيه للمعرفه التواصل بين الجامعات والمؤسسات والشركات باديا ذي بدء ستكون خدمه افضل بكثير، ولكنها ستكون في متناول المواطن او الشارع بشكل عام في المستقبل بإذن الله، ولكن الوقت الحالي إذا قطعت مرحلة كبيرة للتعاملات الحكومية مثل ما رأيتم الآن، أنا عندما أريد أن أطلب الحكومة أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء نلاقي صعوبة شديدة، اليوم نراها بسهولة، وهذه خطوة من 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 الطموح الذي نطمح إليه مستقبلا في هذا القطاع، وهو قطاع هام جدا، والعصر هذا هو عصر الاتصالات. اليوم تلقيتم أول اتصال هاتفي من رئيس الحكومة عبر تقنية الفيديو وزود عدن نت، ماذا يعني ذلك؟ مثل ما قلت لك أنه نحن الآن أصبحنا نستطيع أن نتواصل مع الحكومة مع المركز مع الشركات التعاملات البنكية أيضا المعاملات الحكومية أصبحت الآن بهذا المنوال، نرسل رسالة للحكومة يسحبونها يوجهون عليها ثم نعيدها، هذه المعاملات الأولى، ونأمل أيضا أن تدخل الخدمة للخدمات المباشرة بالمواطن والتي تمس حياة المواطن مثل الجوازات مثل الأحوال المدنية مثل الصحة الشهادات وغيرها، هذه البداية إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ مخوت مبارك الماضي محافظ حضرموت، ينضم إلي الآن المهندس مسؤول الوليدي مدير عام شركة عدن نت. مهندس، اليوم تم تدشين هذه الخدمة، ما الذي ستقدمه للناس هنا في حضرموت، وهل أنتم راضون أو ترونها أنها كافية للسكان في حضرموت؟ خدمة عدن نت هي خدمة لتلبية المواطن بالإنترنت بالجيل الرابع 4G، وتم التركيز على محافظة حضرموت نظرا للاحتياج الموجود ونظرا للتقارير السابقة التي لدينا أن محافظة حضرموت تعاني من ضعف في الاتصالات والإنترنت، فتم التوجيه والتركيز من قبل وزارة الاتصالات التركيز على محافظة حضرموت لتلبية الخدمة. تم تغطية الخدمة بشكل أولي في مدينة المكلا تقديمتها بشكل جيد، وسوف ترون أداء الخدمة خلال الأيام القادمة وسرعتها وأداءها. الفرق الفنية في شركة عدن نت تستمر بشكل دائم في الصيانة وفي العمل وفي تطوير الخدمة لكونها خدمة انترنت عبر الوايرلس، تحتاج إلى صيانة بشكل دائم وتحسين في خدمتها، وسوف ترون أن الفرق الفنية متواجدة لتحسين الشبكة لكونها خدمة ليست مثل الكابلات الأرضية تحتاج إلى حفر وغيرها، وسوف ترون في المستقبل أن الخدمة تتحسن بشكل كبير جدا خلال الأشهر القادمة، ولكون الخدمة إدخالها سوف يكون سريع. تم عمل بنية تحتية متكاملة في عدن في المكلا من قلب ومن محطات، وفي المستقبل سوف تكون هناك سرعة في التوسعة بشكل كبير في مدينة المكلا أو في مناطق الشرق بشكل كامل الشحر وغيرها وفي مناطق الوادي بشكل كامل. هناك استياء للأسف الشديد هنا في حضرموت، خدمات الاتصالات والإنترنت سيئة للغاية، هل أنتم في عدن نت تعدون الناس أنه ستحسن الآن بعد إدخال هذا المشغل الجديد الحكومي إلى حيز الوجود؟ كما أخبرتك أخي عزيز،
تم لدينا التقارير خلال الاعوام الماضيه ان هناك ضعف في خدمه الاتصالات والانترنت في محافظه حضرموت، وتم التوجه لنا بالتركيز بذلك، ولذلك احنا قدمنا الى محافظه حضرموت لتلبيه ولو جزء بسيط في المرحله الاولى لتقديم خدمه جيده للمواطن خلال الفترة القادمة، وسوف ترون ذلك بإذن الله. إن شاء الله بعون الله. شكرا لك مهندس منصور الوليدي مدير عام شركة عدن نت الحكومية. شكرا لكم مشاهدين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عين حضرموت، قدمناها لكم من هنا من المؤسسة العامة للاتصالات فرع فوة في مدينة المكلا. انضم إلينا في البداية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بعده محافظ حضرموت، وأخيرا وليس آخرا مدير عام شركة عدن نت الحكومية. حتى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه.